ذات بركان قدمت مباراة في المستوى، كانوا الند للند الفريق ديالنا اليوم. كنظن ثلاثة نقاط جد مهمة حصلنا بها على المرتبة الثانية. الآن الضغط كله على اتحاد طنجة، عندنا معهم مباراة يوم الأحد المقبل، فحنا كنلعبوا بدون مركب نقص. الحمد لله رجعنا من بعيد، كنلعبوا مباراة بمباراة، فبقاو لنا أربعة المباريات غنحاولوا نجيبوا فيهم أكبر عدد من النقاط، ومن هنا لآخر الموسم إن شاء الله نشوفوا شكون غيتوج بالله. أكيد فالمباراة مهمة لنا كيف مهمة لاتحاد طنجة. اتحاد طنجة تقريبا واحد من بداية الموسم هو كيحتل الصدارة. كحنا جميع المباريات لا داخل الميدان لا خارج الميدان كنلعبوا على ثلاثة نقاط كيف قلت لك، فدائما كنقولها، فمادام عندنا الحظوظ فحنا كنقاتلوا عليها حتى لآخر رمق. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الفريق ما يديرش عليه واحد الضغط واللاعبين يتحروا من الضغط ديال المباريات، خصوصا المباريات الاخيره. فاحنا ما عندنا حتى شي حاجه ما نخسروا، كيف قلت لك كنلعبوا مباراه بمباراه ان شاء الله ونجمعوا اكبر عدد من النقاط، ومن هنا لنهايه الموسم ان شاء الله نشوفوا شكون اللي غادي.